بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معكم مهندس خالد محفوظ. النهاردة بنكمل الفيديو السابع في سلسلة تنفيذ المنشآت المعدنية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ نشرح موضوع اللي هو السلاب أبجريد أو أرضيات المصانع أو أرضيات الهناجر. كل دي مسميات ل الأرضيات اللي هي الخرسانية اللي هي بتبقى موجودة في المصانع زي ما انتم حضرتكم شايفين. هنشوف بقى الفنيات بتاعتها في التنفيذ، وهنشوف شوب درونج وتفصيلات ليها، وهنشوف وهنعرف الفرق ما بين فواصل التمدد وفواصل الانكماش، والاحتياطات اللي احنا لازم نعملها، وإيه الحاجات اللي نشيك عليها أثناء التنفيذ. فخليكم معنا. هنبدأ يا جماعة نشرح مع بعض السلاب جريد، ونعرف إيه التوصيات بتاعتها والاشتراطات وإيه الحاجات اللي احنا ناخد بالنا منها. طبعا نبدأ في أول حاجة، هو أول خطوة احنا خلصنا عمل القواعد والكمرات الأرضية اللي هي البلينس بيم. فبعد الخطوة دي هيبدأ يحصل هو الردم. الردم طبعا إن احنا لازم بنردم على طبقات اللي هي 25 سنتي لكل طبقة، دي طبقا للكود، وده أصح حاجة، لأن احنا ما ينفعش بعد كده الأرضية تهبط مننا، فبالتالي لازم الأرضية ما تزيدش أو الطبقة الواحدة ما تزيدش عن 25 سنتي، وتدمج كويس وتدمج برولر كبير مثلا يكون 3 طن. ففي المساحات زي كده بيبقى الدكاك الكبير ده بيقدر يدخل هنا ويدك المساحة كلها الوزن ده، فدي بتبقى سيف انك انت الارضية بتاعتك ما تهبطش بعدين، ودي حاجة مهمة جدا. تمام، بنبدأ بنخلص طبقات الردم، وبنستلم كل طبقة بريكويست من المقاول، او احنا لو منفذين بنبدأ نعمل كل طبقة وننفذها كويس ونسلمها للاستشاري بالريكويست بتاعها. بعد ما نخلص الطبقات دي لغاية لما نوصل للارتفاع اللي هو بتاع التشطيب اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الفيديو بتاع المساحة، ان احنا هنا وصلنا خلاص معلمين التشطيب اللي هنا، وده جاي اصلا من الاول من قبل ما نثبت الانكور بولت في الاعمدة. ممكن حضراتكم برضو تشوفوا الفيديو بتاع المساحة والشرب اللي احنا عملناه عشان نوصل لمنسوب التشطيب. بعدين بنوصل لمنسوب يعني آخر طبقة من الدكة، هيبقى فاضل المسافة اللي هي بتاعت الدكة المسلحة. فبنبدأ نوصل ل طبعا يا جماعة بعد ما بنبدأ عملية بعد ما بننتهي من عملية الدك، بنبدأ نعمل قبل الخرسانة المسلحة، بنبدأ نعمل خرسانة عادية تحت الخرسانة المسلحة. والخرسانة العادية دي بتبقى مثلا في حدود 10 سنتي. الخرسانة العادية بعد ما بنخلصها نبدأ نعزل عزل اللي هو عزل على البارد. بندهن الخرسانة العادية 3 أوجه عزل على البارد بأي من يعني أي مادة معتمدة من المواد اللي هي العزل على البارد من أي شركة معتمدة. وبعد كده بنبدأ نفرش اللفائف العزل بتاعتنا، تبقى مثلا حسب ما هي موجودة في التنفيذ أو اللوحات التنفيذية بتبقى هتلاقيها مكتوبة مثلا 4 ملي أو كده. نبدأ نفردها قبل ما نصب، قبل ما نبدأ نشتغل في مرحلة إن إحنا نحط الحديد. فده برضو موضوع مهم، موضوع العزل، لأن ساعات بيبقى مثلا في مية أو في
أي مواد كيميائية في أرضية المصانع، فبالتالي ممكن إن هي تبقى فيها مية، فبالتالي لا لازم أعزل الأرضية بتاعتي قبل ما أبدأ أشتغل في الخرسانة المسلحة. طبعا يا جماعة قبل ما نوصل لمرحلة الحديد للدكة المسلحة لازم أرض أو لازم برضو ننبه على حاجة، إن أنت خلاص دكيت الأرض ووصلت للدك المطلوب، نسبة الدك الدمك المطلوب اللي هي 95%، أو زي ما بالاستشاري بيدي لك نسبة معينة، بس هي في الأغلب بتبقى 95% اختبار بروكتور. فبتخلص انت النسبة دي وتديها للاستشاري وكل حاجة، ما تبدأش مرحلة الحديد غير لما نعمل شوية تظبيطات كده للدكة. أول حاجة منها إنك أنت بترش مبيدات للنمل الأبيض قبل ما تبدأ في الخطوة اللي هي بعد الدمج. بتخلص الدمج وكل حاجة وتروح راشش مبيدات للحفاظ على المبنى من النمل الأبيض، وبعد كده بتعمل اللي هو الشيت بلاستيك النايلون ده، بيبقى 1000 جيج ده او 500 جيج، ده بيبقى شيت بلاستيك بيتعمل قبل الحديد، وده فايدته ان انا ما احطش الحديد بتاعي وما احطش الخرسانات بتاعتي تبقى متلاصقة مع طبقة الدمك، عشان أول حاجة جودة الخرسانة، إن المية بتاعة الخرسانة ما تختلطش بالرمل، وبالتالي الرمل ياخد منها المية بتاعتها وتأثر على المقاومة بتاعتها. وكجودة شغل للخرسانة، إن أنا ما أخليهاش يعني تبقى متلامسة مع الرمل، ويبقى فيه شوائب من الرمل تدخل في الخرسانة وتأثر على يعني ممكن يبقى في الرمل فيه كبريتات أو فيه كوريدات تختلط بالخرسانة وتأثر على الحديد، تأثر على الخرسانة وتعمل تدهور للخرسانة. طبعا يا جماعة بنبدأ بعد كده، بعد ما نحط النايلون ده أو الشيت البلاستيك، هوريه لكم طبعا، هنجيب صور من الموقع لازم عشان نشوف كل الخطوات دي. بعد ما بنعمل الكلام ده بنحط بقى اللي هو البسكوت بتاع اللي هو بنرفع بيه الحديد، ونحط طبقات الحديد زي ما حضراتكم شايفين بالأسلوب ده. وبعدين قبل ما برضو قبل ما بنحط طبقة الحديد، الجزء ده برضو في نقطة هنا مهمة، إن إحنا الجزء ده ما بين الدكة اللي هتتصب وما بين البلينس بيم لازم يتعزل، فبالتالي بنحط هنا ألواح اسمها فليكسبل شيت أو بلايوود شيت، إن هو خشب بيبقى جاي هنا مثلا التخانة بتاعته مثلا سي 12 ملي أو 18 ملي، بتيجي على الحواف هنا تعزل لي طبقة الدكة عن البلينس بيم، عشان دي كلها ده عنصر وده عنصر إنشائي، ما بيبقاش الاتنين ماسكين أو ما بيبقاش الاتنين يتصبوا ويدخلوا في بعض زي ما هو موجود، لأ بيبقى هنا في خشب بيفصل ما بين المسلحة دي والبلينس بيم. دلوقتي يا جماعة أنا عايز أنبه على حاجة مهمة جدا في تنفيذ الدكة المسلحة للأرضيات الهناجر، موضوع الفواصل، تمدد وفواصل الانكماش. دلوقتي الخط اللي معمول ده اللي هو الجزء ده هو عبارة عن خشب فاصل البلاطة دي عن البلاطة دي. طب أنا بعمل كده ليه؟ بعمل كده لأن أنا ما أقدرش أصب المساحة دي كلها مرة واحدة بخرسانة وتبقى مستمرة، فبالتالي بيظهر عندي التمدد بتاع العنصر الخرساني وبيبدأ في يبدأ يحصل فيه مشاكل، فأنا بفصل ما بين كل بلاطة والبلاطة التانية بخشب.
الخشب ده بيعمل لي فصل فيه البلاطات ويخليني اقدر بعدين اقدر اشيله واحطه بمادة مطاطية مثلا زي السيلنت. فالسيلنت دي بتخليني البلاطات لما تبدأ تتمدد تبدأ ايه تضغط على السيلنت ده فما يحصلهاش حاجة، انما لو هي مش موجودة تبدأ تشرخ ويحصل فيها شروخ. دي اول نقطة، ده اسمه فاصل التمدد زي اكسبانشن جوينت زي ما احنا هنشوف بعدين في الشوب دروينج. وبعدين بيحصل هنا نبدأ نقطع جوه الشريحة الكبيرة دي شريحة صغيرة، الشريحة دي اللي هي فواصل انكماش. فواصل انكماش طبعا طبق الكود ان هي بتبقى 25 مرة سمك الطبقة بتاعت المسلحة بتاعتك. فانت لو مثلا هتعمل طبقة مسلحة التكنس بتاعها 20 سنتي، فهو الكود بيقول لك تعمل شرايح كل 25 مرة، فتضرب 25 في 20 بيديك مثلا 5 متر. هو الكود برضو بيقول لك ان هي الشرايح دي ما تزيدش عن 5 متر، يعني مثلا لو انت عندك طبقة 25 وضربتها ب 25 هتلاقيها مثلا 6 متر وربع. فده برضو الكود بيقول لك لو زادت ما تزيدش عن 5 متر. الفواصل دي بتبقى فواصل رفيعة بتبقى عمل على السطح العلوي للخرسانة عشان تقلل من انكماش الخرسانة. فالفواصل دي بتبقى بس فواصل سطحية بتتعمل بالمنشار اللي هو بيقطع الخرسانة اسمه السوكات. بيجي السوكات يعدي على الطبقة العلوية للدكة ويعمل خط كده بسيط بسمك 6 مللي وعمق مثلا 2 سنتي بحيث يقلل لي الانكماش ما بين البلاطات. والفاصل الرفيع ده برضو بيتعبى مواد مطاطية بحيث ان هو برضو يبقى مملي وما يبقاش فيه اي يعني يبقى تربة او حاجات كده، ويحافظ لي على موضوع الانكماش. عايز كمان يا جماعة أتكلم عن نقطة مهمة وإحنا بننفذ فواصل التمدد ما بين الشرايح دي. أنا ببقى عايز أربط الحديد ما بين الشرايح بحيث إن هو يبقى مستمر، وفي نفس الوقت عايز أخلي كل شريحة تبدأ تتحرك لوحدها. فبقى أنفذ الكلام ده إزاي في الموقع؟ فبعمل ايه؟ بعمل بعد ما بخلص الحديد بتاع الشريحة الاولى بحط فيها اسياخ 20 مللي او 18 مللي زي ما هو موجود في اللوحات التنفيذية وهنشوفه ان شاء الله مع بعض. فهتلاقي ان في اسياخ 5 في المتر او زي ما هو موجود في اللوحات، بتبقى 5 في المتر 18 مللي او كده. الاسياخ دي تبقى موجودة هنا قبل ما تتصب، فبالتالي الاسياخ دي هتتصب مع الشريحة الاولى وتبقى متثبتة تثبيت زي كأنها فيكسد في البلاطة دي. ولما اجي ابدأ اصبها في اما اجي لما تنشف البلاطة الاولانية او الشريحة الاولانية واجي اصب الشريحة التانية، فبدخل زي مواسير بلاستيكية جوه في الأسياخ دي اللي هنا بحيث إن هي والمواسير دي يعني أدهنها بمادة بترولية أو حاجة بحيث إن أنا أخلي في انزلاق يحصل جوه في الماسورة بحيث إيه؟ بحيث لما أجي أصب دي تبقى الأسياخ متصلة ولكن البلاطة ذات نفسها بتقدر تتحرك حركة يعني أي حركة ليها ما تقدرش تأثر على البلاطة اللي جنبها. وده هنشوفه في الصور من الموقع وفي الشوب درون، فهتشوفوه في الصور بتاعت الموقع تبدأ تلاقيه يعني واضح أكتر من الموضوع ده. طبعا في التنفيذ يا جماعة مرحلة الصب بخلي ما بقدرش أصب كله مع بعضه، بروح
يعني ما ينفعش ان انا اصب الاتنين دول جنب بعض. فانا بعمل ايه، بصب بيكة او شريحة من دي واصبها كامل، وبعد كده واصب دي، وبعد كده ايه استناهم ينشفوا، وبعد ما ينشفوا ابدا ايه اصب اللي في النص. ما ينفعش ان انا اصب كله مع بعضه، فدي برضو معلومة مهمة في التنفيذ. بالنسبة للحديد يا جماعة بتاع الدكة المسلحة، يا إما بيبقى أسياخ حديد عادية وبتيجي تقطعها على حسب المسافات بتاعتك، وبيبقى المفروض يبقى ليها رجل من هنا ورجل من هنا، تبقى ليها فاصلة هنا، أو إن هي بتيجي ساعات شبك ملحوم جاهز، تعمل الشبك ويتوصل على مسافة، مثلا توصل يبقى الركوب بتاعه 40 سنتي بين كل شبكة وشبكة لغاية لما يكمل، يكمل على كامل المسطح. برضو بنوع على نقطة، ساعات الحديد بيجي مش بيبقى شبكة واحدة، بيبقى شبكتين على حسب برضو الاستخدام وعلى حسب الأحمال، وده بيبقى على حسب التصميم بتاع المهندس المصمم. فساعات بتيجي إن الدكة ليها طبقتين حديد، فدي بتبقى يعني أنا رسمها هنا طبقة واحدة، فهي ممكن تبقى طبقة واحدة أو طبقتين على حسب التصميم. طبعا يا جماعة معلومة مهمة جدا جدا ولازم ناخد بالنا منها بشكل ضروري، إن إحنا وصلنا لمرحلة الصب وكل حاجة. طب يا جماعة صب؟ لأ، ما لازم أشوف كل الأعمال الكهربائية والميكانيكية اللي موجودة في أرضية المصنع. ده مصنع يا جماعة، عليه معدات أو عليه حاجات أو عليه أو ممكن حتى هيبقى يعني في أي حاجة، فممكن وارد إن هو يبقى فيه أعمال ميكانيكية، حتى لو أبسط حاجة إنه مثلا ممكن يبقى فيه جريلا، الجريليا دي اللي هي بتصرف المية، لأنه مثلا ممكن يبقى فيه معرض إنك أنت تغسله، ممكن معرض إن يبقى فيه مية بتقع، ممكن يبقى ده أرضية مخزن عليه مواد كيماوية والمواد الكيماوية دي مثلا معرضة إن تقع أو كده. فبالتالي إنك أنت في مثلا مية لازم تبدأ أنت تصرفها، فأكيد في هيبقى مثلا في جريليا، مثلا الجريليا دي بتبقى مثلا ساعات هنا في 2، واحدة هنا وواحدة هنا على حسب ما هو موجود لك، أو ممكن تبقى في واحدة في النص. وطبعا الجريليا دي بتتثبت الأول في الخرس، بتثبت الأول في الدكة وبعدين بيتصب عليها، بتتعمل بميول، بيبقى الميل بتاعها 1 سنتي في المتر. فمثلا ممكن الجريلا دي تبقى متركبة هنا في النص، ويبقى ليها في آخرها مثلا في بايب، البايب ده ماشي متعامد عليها كده ومعدي هنا ورايح للصرف. كل الحاجات دي يعني باخد بالي منها قبل ما اصب. وطبعا حاجة كده في التنفيذ او في ادارة الموقع، انك انت بيبقى عندك مهندس ميكانيكي، بتقول له بعد اذن حضرتك اديني كليرنس للاعمال الميكانيكية، كذلك المهندس المختص بالكهرباء بتقول له حضرتك برضو اديني كليرنس للاعمال الكهرباء عشان انا خلاص هصب. فبالتالي حضرتك لازم تشيك على شغلك اوكي، وتقول لي ان لا خلاص الشغل اللي هنا اعمال كهربائيه والميكانيكيه انتهى، فاقدر تقدر حضرتك كمهندس مدني تقدر تصب. هنوقف شرح لغايه هنا في شرح السلابون جريد، وهنكمل الشرح بتاعنا في فيديو تاني، يبقى لي جزء تاني للسلاب أبجريد. الجزء التاني هيبقى فيه إن شاء الله صور من الموقع وفيديوهات من الموقع، ونشوف إزاي تتعامل في الموقع وكل حاجة والتفاصيل بتاعتها والتوصيات، وهنشوف برضو الكود بيشرح موضوع الانكماش، نشوف الجزء ده من الكود وصفحته كام. فخليكم معنا وشكرا جزيلا لكم.